كيف تتصرف في حالة عضة الكلب؟ كثرت حالات عضة الكلب وخاصة للأطفال، وكثير من الناس لا يعرفون كيفية التعامل معها. لهذا تابع الموضوع لتعرف كيفية التصرف وتحمي نفسك. عندما يتعرض الشخص لعضة أي حيوان من الثدييات كالكلب أو الفأر أو القط، ويكون هذا الحيوان مصابا بمرض السعار، فقد ينتقل المرض إلى الشخص في حالة عدم حصوله على المصل في الموعد المحدد بعد العضة مباشرة. كما أن مرض السعار قد يسبب الوفاة لأنه مرض ليس له علاج، وخطورته تكمن في إصابة الأعصاب فورا مهما كان مكان العضة، لأن الفيروس يستهدف المخ. كافة الثدييات قد تنقل المرض إذا كانت مسعورة، لذلك فإذا تعرض الشخص لأي عضة من أي حيوان يجب عليه فورا التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي المصل. ما هي النصائح الهامة التي عليك القيام بها عند التعرض لأي عضة من أي حيوان؟ أولا، غسل مكان الإصابة بالمياه والصابون تحت مصدر مياه جارية لفترة كافية. تطهير المكان المصاب باستخدام مطهر قوي لحين التوجه إلى المستشفى لتقليل خطر الفيروس الذي يكون خاملا لمدة 3 ساعات الأولى من العض. التوجه إلى المستشفى فورا للحصول على المصل الخاص بالعضة من نوع الحيوان، والذي يكون خلال 2 يوم من التعرض للعض أو الخدش. أخيرا، المصل عبارة عن 5 جرعات من الحقن يتم تناوله خلال 28 يوما بتسلسل الأيام، بداية من يوم العض، ثم اليوم 3 واليوم 7، اليوم 14 واليوم 28، وعليك أخذ جميع الجرعات. من أراد خيرا فلينشر هذه الفائدة بنشر هذا الفيديو أيضا. دمتم سالمين.